أدبل مثال عندنا على موضوع الربط المضخات. أدبل سكشن بامب with a specific speed of 32 operating against a head of 15 meter at rotational speed of 1400 rpm. The pump is replaced by a parallel four centrifugal pumps to meet the same duty. Each pump has a specific speed of 28. The outer diameter of impeller is 0.15 meter and passage width, is 0.02 meter. At exit, the blades are backward curved and making an angle of 30 degree with the tangent. Okay. هذا بين قوسين هيك اتركه. Determine the manometric efficiency of each pump. اذا عندنا مضخة بها يعني خلينا نقول عبارة عن مضختين مربوطات على التوازي. Double section pump مثل ما شرحنا الآن هذا الخزان. Double section يعني suction يعني سحب أو مص. Double يعني اثنين. أوكي. فسحب من مكانين يعني معناه مضختين مربوطات على التوازي. The specific speed مقدار 32 والهيد 15 والار بي ام 1400. تعرف انه بالربط على التوازي الهيد هو الهيد الكلي يساوي لنا الهيد مع المضخة الاولى ويساوي المضخة الهيد مع المضخة الثانية. يعني بالنسبة للهيد ثابت مثل الفولتية في الربط على التوازي. أما التدفق فيكون التدفق الكلي يساوي لنا التدفق المضخة الأولى زائدا تدفق المضخة الثانية. أوكي شباب، هذه المضخة أو هذا السيستم مال المضخات تم إبداله is replaced by parallel four centrifugal pumps. يعني بدلوه بأربع مضخات مربوطة على التوالي حتى تقابل نفس العمل to meet the same duty، يعني تنطينا نفس الكيو الكلي ونفس الهيد الكلي، لكن بدلوهن بأربع مضخات. كل مضخة each pump has a specific speed of 28. هذه الـ specific speed للمضخات الأربعة، يعني كل مضخة من عندهم specific speed مالتها 28. الـ outer diameter طبعا المضخة الثانية 0.15 meter والـ B اللي هو عرض الريشة 0.02 متر. من ينطيك البي عرض الريشة؟ لازم انت راح تحتاج معلومة من معادلة الكيو التدفق اللي يدخل بيها هذا البي اللي هو عرض الريشة مثل ما اخذنا المعادلة في محاضرات السابقة في المحاضرة السابقة. في المخرج يعني في نقطة الخروج من الريشة at exit زاوية الريشة 30 درجة. إذا هذه هي شنو؟ هذه أي زاوية؟ البيتا. بالضبط هذه هي البيتا 2. تمام. منو جاوبني؟ دكتورة صفا. تمام. هذه هي البيتا 2. المطلوب حساب المانومتريك افشنسي.
مانومتريك افشنسي اذا نرجع للقوانين الكفاءات شو تساوي لنا المانومتريك افشنسي؟ تساوي الهيد على الورك دان، الهيد على الورك دان. فلازم عندي الورك دان، الهيد موجود، هو منطيني الهيد بالسؤال مو تمام، الهيد منطيني اياه لانه البارالل كلهم نفس الهيد ويساوون الهيد الكلي. اوكي، فالهيد منطيني اياه بالسؤال مقداره خمسطعش متر، هذا هو الهيد. اوكي، فيبقى عندي فقط الورك دان. الورك دان شو يساوي؟ مين يتذكر الورك دان شو يساوي لنا؟ الورك دان الشغل المنجز، الشغل المنجز. نعم، اليو 1 مضروب، اليو 2 ماينص مضروبه في الفي دبليو 2 ماينص اليو 1 مضروبه في الفي دبليو 1. وبما انه عندنا احنا بالسنترفيوغال بامب دائما الفي دبليو 1 صفر، اذا يبقى الورك دان هو اليو 2 مضروب في الفي دبليو 2 على الجي. اليو 2 منين اقدر اجيب هاليو 2 اللي هي سرعة ايش هذه اليو 2؟ تمام، السرعة المماسية للريشة عند المخرج. والفي دبليو 2 غيرك غير ايمن من يجاوب، في دبليو 2 ايش؟ سرعة الخروج سرعة المخرج للماء، بس احنا سميناها منو بعد غير صفا؟ الورل فيلوسيتي. نعم، اللي شلون يكون اتجاهها؟ اتجاه اليوم بالضبط، يعني اتجاهها مماسي، ممكن يكون مماسي باتجاه اليو، ممكن يكون مماسي عكس اليو، بس اهم شيء هو مماسي. تمام، اذا عندنا ايمن وعندنا نرجس، الآن أول شيء شو نسوي؟ لازم نبدل المضختين المربوطات على التوازي بالأربع مضخات على التوازي. يعني المعلومات اللي نحتاجها هي خاصة بالمضخات الأربعة حتى نطلع المانومتريك افشنسي، لكن هذه المعلومات ما ممكن نحصل عليها لانه غير كافيه، لازم ناخذ منين معلومات؟ من المضخات الاثنين المربوطات على التوازي. شنو هي المعلومات؟ اذا امشي بالعكس، الورك دان قلنا يساوي لنا الفي دبليو 2 في اليو 2 على الجي. تمام، الفي دبليو 2 من معادله المثلثات، اوكي، شو تساوي في دبليو 2؟ التان بيتا 2 يساوي لنا الفي اف 2 على اليو 2 ناقصا ال في دبليو 2، فاحتاج اليو 2 واحتاج الفي دبليو 2 ال في اف 2. البيتا 2 منطيني اياها هو 30 درجة، تمام، فحتى اطلع الفي دبليو 2 من هذه المعادلة راح احتاج اليو 2 والفي اف 2. بالنسبة لل في اف 2 نستخرجها من معادلة الكيو، قلت لكم راح نستخدم معادلة الكيو لانه منطينا البي العرض الريشة، فراح نستخدم هذه المعادلة، منطينا الدايمتر هو
ومنطينا البي، والتدفق ما معلوم عندي، فاحتاج الفي اف 2، فلازم اطلع التدفق. بالنسبه لليو 2 اللي هي باي دي 2 في الان على 60، ايضا عندي الدي 2 لكن ما عندي الان، احتاج الان حتى اطلع اليو 2. اذا احتاج الان حتى اطلع اليو 2، واحتاج الكيو حتى اطلع الفي اف 2. الان منين اجيبها؟ من معادله السبيسيفيك سبيد. سبيسيفيك سبيد اللي هي ان اس تساوي لنا الان في الكيو اس نص على اتش اس 3 على 4. السبيسيفيك سبيد معطيني 28 للحال، يعني المضخات الثانيه السيستم الثاني. الاتش هو نفسه 15، الكيو ما عندي، اذا الكيو هنا مطلوبه، وايضا مطلوبه حتى نطلع الفي اف 2. فاذا لازم اشتغل على الكيو. كيو منين اجيبها؟ الكيو هنا بالمضخات المربوطه على التوازي، الكيو الكليه تساوي لنا مجموع الكيوات مال المضخات. زين، الاربع مضخات ما عندي لا الكليه ولا الكيو مال المضخه الوحده، لكن هو ايش قايل لي بالسؤال؟ قايل لي انه المضختين ذولا تم استبدالهم باربع مضخات، يعني لتلبيه نفس المتطلبات او نفس العمل. يعني شنو؟ يعني الكيو الكليه للمضختين المربوطات على التوازي تساوي الكيو الكليه للاربع مضخات المربوطه على التوالي، العفو على التوازي. فاذا اذا اطلع الكيو الكليه من المضختين المربوطه على التوازي راح اقدر اطلع الكيو لكل مضخه. ليش؟ لانه الكيو الكليه اقسمها على اربعه تطلع الكيو لكل مضخه من المضخات الاربعه، باعتبار انه هذه المضخات متشابهه، يعني كل وحده الكيو مالتها تشبه الكيو مال الثانيه. اذا اشتغل على الكيو الكليه من المضختين، اطلعها. شلون اطلع الكيو الكليه من المضختين؟ من قانون السبيسيفيك سبيد. هو منطين السبيسيفيك سبيد للمضخه في الحاله الاولى، يعني المضختين اللي هي 32، فاقول السبيسيفيك سبيد تساوي الان في الكيو اس نص على اتش اس 3 على 4، هذه المضخات، والكيو راح تساوي لنا ال اس في الاتش اس 3 على 4 على الان كلها اس تربيع، ونعوض بالان اس منطينيها 32، الهيد 15، والسرعه الدورانيه للمضختين الاولى اللي مربوطات على التوالي اثنين، السيستم الاول خلينا نسميه والسيستم الثاني حتى نميز بيناتهم، 1400 ار بي ام. فنطلع هذه الكيو. هذه شو تمثل لي الكيو؟ هذه تمثل الكيو لا هذه كيو للمضخه الوحده، لانه انت قانون السبيسيفيك سبيد لكل مضخه، تمام؟ فهذه الكيو للمضخه الوحده نضربها في اثنين، لان هم اثنين مضختين مربوطات على التوالي بالحاله الاولى، يطلع الكيو الكلي. هذا الكيو الكلي نفسه هو الكيو الكلي للاربع مضخات المربوطات على التوازي، فنستخدمه حتى نطلع الكيو مال مضخة واحدة من المضخات الأربعة، فنقسمها على أربعة لأن هاي المضخات متشابهة. أوكي، فيطلع عندي 0.015 كيوبيك متر بير سكند، هذا الكيو للمضخة الواحدة من المضخات الأربعة. وبالتالي نشتغل هسه الان من السبيسيفيك سبيد نطلع الان السرعه الدورانيه اللي هي 1743 ار بي ام، نستخدمها السرعه الدورانيه حتى نطلع اليو 2 من قانون باي دي 2 في ان على 60. عندي الدي 2 اللي هي 0.15 والان حسبتها 1743، تطلع اليو 2 13.7 بالعشرة متر بير سكند. الآن أستخرج الكيو وتساوي لنا باي الباي في البي 2 في الدي 2 على في اف 2. أوكي،
ال كيو معلومه عندي، البي 2 معلومه، الدي 2 معلومه، الفي اف 2 هو هي اللي اريد استخرجها، فتطلع عندي بعد التعويض البي 2 طبعا منطيني اياها 0.02 والدي 2.15، وتطلع عندي الفي اف 2 1.59. هذه الـ VF2 راح استخدمها من علاقات مثلث السرعة بالاوتلت حتى استخرج الـ VWorld2. طبعا هذا الرسم مطلوب دائما حتى ايضا تعرف تستخدم العلاقات كيف تستخدمها. الـ VWorld2 منو يحدد اتجاهها؟ يحدد اتجاه قيمتها، من تحسبها راح تطلع قيمتها، اذا موجبة تكون يكون الرسم بهالاتجاه، العفو يكون نعم يكون بهالاتجاه، واذا سالبة يكون الرسم بالاتجاه بهالشكل هذا، يكون ال VF2 بهالشكل هذا. اوكي، تكون ال VWorld بهالاتجاه سالب، فشكل الرسم يحدد الحسابات، يعني مو تجي ترسم انت بكيفك. اما المثلث السرعة بالدخول لا، فهو يعني شكل واحد الى، لانه دائما هو يكون اكسيال، يعني الـ V1 تساوينا الـ VF1. فالـ VWorld نحسبها من علاقة التان بيتا 2 تساوينا الـ VF2 على الـ U2 minus الـ VW2، والـ VW2 راح تساوي لنا U2 minus VF2 على التان بيتا 2. هذه العلاقة هي علاقة مثلث السرعة. اوكي، راح تطلع عندي بعد التعويض ال VW2 موجبة، يعني 10.94. اذا الرسم يكون بهالشكل، ال V2 تكون بهالشكل هذه، وال VW2 تكون موجبة. موجبة اتجاهها مع اتجاه اليو، هذا طبعا ضروري جدا هاي العملية. بعد ان طلعنا الـ VW2 راح نقدر نطلع الـ Work Done اللي هو الـ VW2 في اليو 2 على الجي، نضرب الـ 10.44 اللي هي VW2 في 13.7 اللي هي اليو 2 اللي حسبناها على التعجيل الأرضي، يطلع الورك دان 15.28% متر. فنجي نحسب الكفاءة المانومتريك افشنسي الـ H على الـ WG، فتطلع عندي 15 على 15.28% تطلع 98%. هذه الكفاءة المانومترية للمضخة اللي هي من المضخات الأربعة، يعني السيستم الثاني. اتمنى يكون الحل واضح، اذا اكو احد عنده سؤال، اكو احد عنده سؤال شباب؟ بس الكيو اول وحده اللي طلعناها تعتبر يعني كيو الوحده من مضختين، يعني هو الكيو وحده من اربع مضخات. معادله السبيسيفيك سبيد نطبقها للمضخه الوحده، يعني المفردة وليس للسيستم كامل، فتستخدم داخلها لازم الكيو لمضخة واحدة. فالمضخة الكيو اللي طلعناها من معادلة السبيسيفيك سبيد اللي هي 0.03 هذه لمضخة واحدة من المضختين من السيستم الأول. اوكي، هذا هو السيستم الأول وهذا هو السيستم الثاني. السيستم الأول بمضختين متشابهات، والسيستم الثاني بأربع مضخات متشابهات، لكن المضخة اللي موجودة بالسيستم الأول لا تشبه المضخة الموجودة بالسيستم الثاني. المضخة الموجودة بالسيستم الأول السبيسيفيك سبيد مالتها 32، والمضخة الموجودة بالسيستم الثاني السبيسيفيك سبيد مالتها 28. أوكي، فتطلع الكيو من السبيسيفيك سبيد للمضخة الأولى
للسيستم الاول، اوكي، فتطلع لك الكيو لمضخة واحدة تضربها في اثنين لان عندك مضختين مربوطات على التوالي على التوازي. الكيو الكلي هذا هو نفس الكيو الكلي للسيستم الثاني، فحتى تطلع الكيو لكل مضخة من السيستم الثاني تقسم الكيو الكلي على 4، وبالتالي يطلع الكيو لكل مضخة في السيستم الثاني. واضح؟ اكو بعد سؤال شباب؟ اكو بعد سؤال؟ اكو بعد سؤال؟ تمام، راح اوقف التسجيل الى هنا.